ابني ذكي ولا غبي؟ عايزين نعرف دلوقتي هو في اصلا اطفال اغبياء ولا لا؟ ناس كتير ما تعرفش ان الحفظ ده قدره واحده من القدرات الخاصه بالذكاء. في عندنا اطفال تانية عندهم ذكاء بصري، ابني ذكي ولا ذكائه اقل ولا لا؟ عن طريق ايه؟ عندنا بعض الالعاب اللي ممكن تنمي قدرات الطفل داخل البيت. اهم حاجه ما ينفعش نقول لاولادنا ان انت طفل غبي،